السلام عليكم، شلونكم؟ اخباركم؟ يا رب تكونون بألف خير. اليوم رجعنا وياكم من جديد، راح اسوي لكم سوب اللحم بطريقه سهله وبسيطه وما تاخذ من عندكم اي وقت. شوفوا بنات شكلها روعه. احنا اليوم طريقتنا مختلفه، بدون اي مكونات راح نبدا وياكم، يعني قبل نشتغلها لان هي مكونات حيل قليله. بنات انا عندي هنا هسه قدر طافت للزيت حامي، انزل عليه تقريبا حبه بصل صغيره واستمر بالتقليب لحد ما يتغير لونهم، يوصل لونهم ذهبي. هسه انا هنايا هسه بعد ما اصبح يشلون البصل، عندي هنا قطعه مال لحم فلستها بهذا الشكل، قطعه لحم مسلوقه فلستها وضفتها على البصل، ابقى اقلب بيهم لمده دقيقه بس يتشوح عندي اللحم. هنا انا هسه عندي المي مال اللحم تقريبا 3 اكواب، راح انزله. انا راح اكتفي بس بمي اللحم، ما اضيف اي مي عادي، كل شيء هذا المي كافي. هنا عندنا كيس من الماجي اضيفه. هنا عندي نص خاشوقة شاي كركم اضيفه للون. هنا عندي تقريبا خاشوقتين مال اكل اندوم مكسرته، وهنا عندي نص كوب مي ضفت عليهم خاشوقة مال نشا وخلطتهم. هسه ابدي انزل اسوي قسمين حتى ما يتكتر عندي. هسه اخلطه، اتاكد انه الجسم النشا كله جانس ويا السوب. ابدي اضيف النص الكوب الثاني وهم استمر بالخلط مالته. هنا ابقي لمدة 4 دقائق على النار، على نار متوسطة. هاي تقريبا الاندوم يصبح عندي جاهز، ابقي دقيقة نوب على النار. هاي بعد مرور دقيقة اصبح وياي جاهز، وهاي الشكل النهائي بعد ما خلينا بصحن التقديم. شوفوا بنات كلش طيب وسهل وبسيط، ما ياخذ من عندكم وقت، كله حسب 5 دقائق. وتقدرون هنا تستبدلون اللحم بقطعة دجاج هم ترهم. بنات كلش مفيد خصوصا برمضان او بوقت الشتاء من يكون الجو بارد. اتمنى يعجبكم والف عافية.